كان في تصريح للسيد الرئيس النهاردة بيتكلم عن تحمل الشعب المصري للإصلاح الاقتصادي، ودي الحقيقة دايما بيقولها في كل لقاءاته، ولكن كان بيتكلم عن ان هو لا يقبل عودة الإسلام السياسي مرة أخرى ولا يقبل تدمير الهوية المصرية. شايف الحديث عن التصالح مع الإسلام السياسي، ولأي مدى الشعب المصري يرفض هذا؟ نرفض هذا رفضا قطعا. صالح مع مين؟ طب ودم الشهداء ودم ظباطنا اللي ماتوا ودم ولادنا يبقى في رقبة مين؟ طب الناس المدنيين اللي توفوا جراء الانفجارات نتصالح مع مين؟ الشعب المصري يرفض رفضا تاما اتصالح مع الجماعة الإرهابية، ومش هيحصل ومش هيرجعوا للحكم تاني. وشعب مصر المرة دي لهم بالمرصاد، قصة اختلفت تماما. ما احنا شفنا في سنة حكمونا ازاي، وشفنا الاعتقالات وشفنا الضرب وشفنا ده. لما كان بخرج مواطن مصري يعبر عن رأيه كان بيتسحل في الشارع، كان عايزين يكونوا حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني. الإسلام السياسي انتهى تماما والمؤشرات كلها تدل على ذلك. هو حركة الإخوان في تونس عملوا ايه؟ انهاروا. ليه؟ أصبح مكشوف، العالم كاشف. المواطن النهارده عارف ان ده بيجي لك بقال الله وقال الرسول من اجل ان هو يستفيد منك وحكمك. واعتقد ان الشعب المصري يرفض رفضا تاما ان يعود هؤلاء. هنتصالح في دم اولادنا؟ هنتصالح في دم اولادنا اللي سقطوا وهم بيدافعوا عن ارض مصر؟ لا طبعا، لا طبعا. هذه الدعوات ليس لها اي وجود، واعتقد ان رساله الرئيس يعني قالها بشكل واضح. مفيش يعني التيار السياسي لن يعود، واتفق معه الرئيس الامريكي قولا واحدا لن يعودوا ولا نقبل الشعب المصري بعودته. طيب خليني اوصل